تم بالفعل تحقيق مكتسبات للمشاركة النسائية في العملية السياسية، وفي تعديل عدد كبير من النصوص القانونية. معنا مثلا في القضية الفلانية، صوتي عليا باش نكون على التغيير، شاركيني في الحملة الفلانية، عاونيني باش ندير التغيير مثلا في سيدي بومبر في الدرب الجديد، ولا في البرنوصي في شارع طارق، ولا في بوركو في بلاصة الفلانية، ولا في عيشة في بلاصة الفلانية. أو يعني هاد الأشياء مهمة وأساسية. الحالة ديال الفوزية ديال الجديدة، شكون اللي ساعدنا على أننا نعرفوها؟ شحال من حالة كانت بحالها قبل؟ وشحال من حالة كانت مسكوت عليها قبل؟ لو ما أن الإعلام قصر الجهود، ولو ما أننا وصلتنا الصورة ديال الفوزية في الواتساب باش تعرفات في المغرب كامل، كنا دائما أننا ما غنعرفوش عندنا إشكالية ديال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تيتغتصبوا واللي تيبقاو الناس ساكتين عليهم. حنا ما بغيناش الإعلام فقط اللي يبقى مركزنا على الظواهر الاجتماعية، بغينا أيضا يركز على الجانب الإيجابي في السياسة. ما تنبغيناش أنه يبان بأن هناك فاعل واحد في الحياة السياسية. في الحياة السياسية ما كاينش فاعل واحد، كاين الأحزاب فاعلة، وكاين الإعلام يصنع رأي عام ويؤثر في رأي عام، وكاين جمعيات المجتمع المدني أيضا تؤثر وتصنع رأي عام وتصنع. بالنسبة للمشاركة السياسية باختصار شديد، أعتقد أنه في العقدين الأخيرين الفاعل الرئيسي والأساسي الذي لعب دورا هاما في توسيع المشاركة النسائية.